طرق الرعاية والمداواة في الماضي وفي الحاضر. طبعاً في تغيرات بسبب التطور. خلنا نبتديها من الماضي وطرق العلاجية للإبل في الماضي. في الماضي طول عمرك الطرق العلاجية اللي تعتمد على الكي أكثر شيء، اللي هو الوسم عندنا نحن، سواء للضلع سواء للمرض سواء أكثر أمراض البوش. يعني لو قلنا 90% كانوا يعالجونها بالوسم فقط. بالوسم فقط. العلاجات الشعبية اللي هي بسيطة، يعني مثل الصعوط، مثل بعض. متى يحتاجون للصعوط؟ الصعوط يحتاجون لأكثر شيء، يعني بعد المقيط الناقة اللي كانوا يركضون أو شيء، أو كانوا يحتاجون للصعوط أحياناً ليطرشون يظهر البوش مسافات طويلة أو شيء، أن يعطي طاقة ويعطي للمطية. نعم. شوي زيادة، لأن المطية تستهلك في المسافات هذه. الأمراض الداخلية في الزمان الماضي، إن كان في بطنها، في حشاها، في الضلع، وهذا أكيد أنه له وسم. اليوم نتكلم عن الأمراض الداخلية. مثلا خلنا نرجع لمثلا إن كان يتن قرحة، المطية الحاشي الصغير ما عليك بيصح، بس المطايا الكبار إذا يتن قرحة. الكبار اللي هي القرحة اللي هي يقولون عنها الجدري حاليا، الأول ما تيجي القرحة للمطايا الكبار، تي الصغار. لكن ممكن في علاجات داخلية مثل الكلى يتوسم، مثل الكبد توسم فيها وسم. ايه عواق، اكثر العواق كانوا يوسمون عنها. يعني الناقه لو تشوف الناقه انت سابقا كانوا يوسمونها، ممكن وسم طول عمرك في رسغها، ممكن وسم في عرقوبها، ممكن وسم في ثفنتها، ممكن وسم في فقرتها فوق، اي مكان تلقى ممكن توسم الناقه. الا في سنامها ممكن وغاربها ما توسم. بس اذا تكلمنا عن مثلا القرحه، قبل ما كان يجي بالكبار؟ لا ما يجي الكبار. في الحين ليش يوصل؟ الحين موجود، ما تدري، هاي أمراض فيروسية قامت تنتقل. يعني قبل على حسب اللي نقلوا لكم إياه أنها قبل ما تصيب البوش الكبار. ما تصيب الكبار، تصيب الصغار، بس حالياً صارت تصيب الكبار.